مرحبا بالجميع. موضوع اليوم شائك للغاية. هل نحن على شفا حرب بين إسرائيل وإيران؟ تسعى كلتا الدولتين إلى استغلال فرصة الذهبية لترسيخ نفوذهما في الشرق الأوسط، ويبدو أن المنطقة معلقة بخيط رفيع. دعونا نتعمق فيما يحدث. أولاً، شنت الولايات المتحدة غارات جوية ضد الحوثيين في اليمن باستخدام قاذفات الشبح بيت توي، ويمثل هذا تصعيداً كبيراً، ويتزامن مع إطلاق القوات الإسرائيلية النار على موقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. وقد أدى الصراع بالفعل إلى نزوح حوالي 400,000 طفل. وفي الوقت نفسه، تعثرت المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة. إن الأزمة الإنسانية هناك شديدة، وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للسماح بمزيد من المساعدات، وإلا تخاطر بفقدان الدعم العسكري. مع تصاعد التوترات، تقوم الولايات المتحدة بنشر نظام صاروخي متقدم وقوات في إسرائيل، مما يشير بوضوح إلى تورطها. تجد إدارة بايدن نفسها في مأزق، إذ تحاول تحقيق توازن بين المصالح الاستراتيجية من جهة، ودعم حقوق الإنسان والاستقرار الإقليمي من جهة أخرى. على الصعيد الدبلوماسي، يدعو بعض الخبراء إلى الحوار لمعالجة طموحات إيران النووية ونفوذها الإقليمي. يقترح توماس لي فريدمان أن يجري مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز محادثات مباشرة مع نظيره الإيراني في عمان. الهدف؟ تسليط الضوء على نقاط ضعف إيران وعواقب مسارها الحالي. يجادل فريدمان بأن عدوان إيران الإقليمي وتصعيدها النووي يؤديان إلى مزيد من العزلة والانهيار المحتمل. يمكن للحوار المباشر إقناع إيران بتغيير سلوكها، لا سيما دعمها للجماعات المسلحة وتهديداتها ضد إسرائيل وجيرانها. ولكن دعونا نكون واقعيين. إن انعدام الثقة بين الولايات المتحدة وإيران عميق الجذور، وتواجه كلتا الدولتين ضغوطاً سياسية داخلية. إن نجاح هذه المحادثات ليس مضموناً على الإطلاق. ثم هناك شبكة الوكلاء التابعة لإيران. صاعدت الميليشيات المدعومة من إيران في العراق هجماتها على إسرائيل باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار والقذائف. جاء هذا التصعيد في أعقاب مقتل قيادي في حزب الله على يد إسرائيل في سبتمبر. تستغل إيران وكلاءها في سوريا والعراق واليمن للانتقام دون تدخل عسكري مباشر. ردت إسرائيل بشن غارات جوية وهجمات برية في سوريا، استهدفت الجماعات المدعومة من إيران وخطوط الإمداد. تضيف هذه الحرب بالوكالة طبقات من التعقيد إلى وضع متقلب بالفعل، مما يزيد من خطر سوء التقدير والمزيد من التصعيد. لم يتم استهداف الولايات المتحدة بشكل مباشر، لكنها لا تزال تشعر بقلق عميق، خاصة مع وجود قواتها المتمركزة في العراق وسوريا. إذن، ما التالي؟ الوضع متقلب ومليء بالمخاطر. كل من إسرائيل وإيران على حافة الهاوية، وأي خطوة خاطئة يمكن أن تشعل صراعاً أوسع. تحاول الولايات المتحدة العالقة في المنتصف الإبحار في هذه المياه المضطربة. حسناً أيها الأصدقاء، هذه هي آخر المستجدات حول هذا المأزق المتوتر بين إسرائيل وإيران. ترقبوا المزيد من التحديثات، وكما هو الحال دائماً، ابقوا على إطلاع. أراكم في الفيديو التالي.